اول مره اشوف مكنه مفوته في امريكا. المكنه مفوته، المكنه المفوته هي المكنه اللي بتاكل بنزين، بتاكل زيت اسف. كان ماشي قدامي دلوقتي او كانت ماشيه قدامي دلوقتي وكانت معبيه الدنيا دخان قدام عينيا. طبعا هنا الامريكان ما بيكونوش عارفين اي حاجه تحت كبوت العربيه، لا بيغيروا زيت ولا في الاغلب يعني ما بيهتموش بغيارات الزيت ولا بالكلام ده كله يعني. لذلك حتى لما بتروح تغير زيت هنا بيحطوا ستيكر على الازاز على اساس ان يفكروك تغير زيت امتى، لانه هنا ما بيهتموش شويه بغير الزيت وتزويد الميه وكان كل العربيه هنا بتبقى حته كلبه محدش بيهتم بيها. حتى تلاقي العربيه مسبله من جوه هنا، محدش بيهتم بغسيل العربيه قوي زي بلادنا يعني. شايفين ازاي؟ في الشوطه يمين او شمال. لا يعني المنظر صعب ده، لو عربيه شرطه شافتها هتوقفها. يلا نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.